like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيء أو سيء رأي مقطع جديد. في البداية أشكر دارك نايت أحد المتابعين لنا أرسل لي هذا الماب اللي بنشوفه اليوم، ونشكر سلق اللي صمم الماب هذا، وبترك لكم رابط قناته في الوصف. وخلونا نبدأ على طول، ومن العنوان الماب هذا أفضل ماب يدربك على الشوتجن الجديد. البمب مشال والشوتجن السنايبر هو أحسن شيء كبديل للبمب، بس المشكلة أن استخدامه يفرق 100% عن استخدام البمب الأصلي، لأن السلاح الجديد هذا أول ما تحول له لازم تنتظر وقت أكثر عشان تقدر تطلق أول طلقة. البمب الأصلي كان على طول أول ما تحول تقدر تطلق تقريبا، والتأخير مرة بسيط، أما السلاح هذا التأخير مرة عالي، وطلقات اللي فيه متتالية مثل التكتيكال، فشي لازم تدريب، ولهالسبب جبنا لكم الخريطة هذه. لا تزر لايك على المقطع، واللي حاب يدعم مشروع هذه القناة ويبي يشوف نصايح أكثر، مابات كورسات واحتراف فورتنايت من الجوال الكونسول والبي سي، لا تحط كود المتجر سيو. ومثل ما تشوفوا في الجيم بلاي، أول قسم بالماب هو الأقوى، الإيم والإدت، لا تستخدم إلا الشوتجن الجديد، وبيكون عندك 3 كورسات من الأسهل للأصعب. اتأكد انك تخلصهم كلهم، وما في داعي تسوي نفس الادت اللي انا اسويه، سوي اللي يعجبك، اهم شيء تعدي المرحلة، ادت واطلق بسرعة، وبتلاحظ اكيد التأخير اللي في الشوتجن هذا، بتشوف كيف انه يفرق عن البمب وانه لازم تدريب. كمل وخلص الكورسات الثلاثة اللي في القسم الاول من الماب، وملاحظة بسيطة وهي انك بتلاقي جدار اسود على طول الكورسات، هالشيء معناه انه في ادت علوي لازم تنتبه له، والبوت بتلاقيه على جهة الجدار الاسود. كذا نكون خلصنا القسم الاول، وروح للثاني واللي بيعودك اكثر على الضغط. هن على راحتك لو بتستخدم سلاح ثاني مع شوتجن، اهم شيء تقتل الزومي قبل ما تنزل الفخ. ضربه هيد بتكفي اكيد، اضرب على الهيد، نوع بين الاسلحه لو تريد، بس ركز على الشوتجن. لساتنا في قسم الزومبي، وعلى الجهه الثانيه نلاقي الزومبي الذهبي، ولو تريد اضرب ضربه بالشوتجن وحول للاس ام جي. القسم الثالث اساسي كثير، وعباره عن 3 كورسات ادت، ومنوع بين الاليين واهداف التصويب. ضبط الادت والايم وخلص كورسات الثلاثه. يمكن الادت عندي شوي مضروب هذا من اثار السمبوسه، فلازم تكون مصحصح، وحاول في كل مره تجيب وقت اسرع. القسم الرابع والاخير، ولا تحط لايك على المقطع، الكل يعرف ليش. قسم الايم الحر، هنا خذ راحتك وتفلسف باللي تريده، استخدم الاسلحه اللي تريدها، سوي اللي تريده. يمكن الكورس هذا يطول شوي لان في كثير اليين، انصحك تخلص الكورس كامل قبل اي جيم لان يضبط اللعب، بس دائما في كل كورسات تاكد انك تسوي ريلود للشوتجن. لو لاحظت تاخير او ان السلاح ما يطلق صح، هالشيء لانك مو مسوي ريلود. اضغط على زر الاشتراك لو تريد تشوف نصايح اكثر، وفعل الجرس عشان توصل كل مقاطع نصايح. كان معكم سيروي، اشوفكم المقاطع الجايه، ومع السلامه.
مهما طال الزمان وأبعدت.